المشروع اللي امام حضراتكم الان ده مالتي ميديا ابلكيشن، تطبيق من تطبيقات الوسائط المتعدده. فكره التطبيق ان شركات تطوير برامج الموبايل بتستغرق وقت وجهد كبير وتكلفه علشان يعملوا فكره برنامج يعرضوها على احد العملاء يوافق او ما يوافقش، فبيخسروا وقت وبيخسروا مجهود وبيخسروا فلوس كبيره في حاجه زي كده. وايضا ما بيوصلوش الفكره كامله لان هم ما بيكونوش طوروا البرنامج كامل عشان يوروه للعميل بصوره كامله. اقتراحي في هذا التطبيق في هذا النوع من العمل هو ان بدل ما انت تعمل الديفلوبمنت والديزاين التطوير والبرمجه والتصميم للبرنامج على الموبايل كامل وتجيب مطورين موبايل ابلكيشنز ومصممين موبايل ابلكيشنز يكلفوك كتير، انا هعمل لك نظام سيميوليشن، نظام محاكاه. انا هحاكي الموبايل ابلكيشن ده كامل في المالتي ميديا ابلكيشن اللي قدامنا، بدل ما هو يشتغل على الموبايل بيزد يشتغل بقى هنا على كمبيوتر بيزد بالفولي فانكشن بتاعته كما يبدو على الموبايل بالظبط. فالصورة اللي انا حضراتكم الان، طبعا التطبيق ده تطبيق قديم جدا، محاكاة قديمة للان 70 اعتقد سنة 2005، وزراير الموبايل كاملة شغالة زي ما حابب شايفين كده عشان هستخدم البرنامج دلوقتي كما ولو كان على الموبايل. يعني الارو يمين عشان اقدر ادخل كده بالسهم يمين، التطبيق خاص بامريكانا ان هو يوردر حاجة خاصة بامريكانا، اما ادخل بيقول لي البرنامج ده مش بس امريكانا، امريكانا وام بي سي. فلو قلت له مثلا طب انا عايز عن ام بي سي اقول له سيلكت، يقول لي في ام بي سي وفي ام بي سي 3 وفي ام بي سي 4. لو قلت له ام بي سي يقول لي في ادفنشر موفي وفي كوميدي موفي وموفيز وكلاسيك موفي و التطبيق ده يعني المفروض ان هو عبر الموبايل اقدر اوردر الموفي اللي انا عايزها، اختار نوع الموفي، اشتري الموفي تجيلي على الساتلايت باتفاق ما باشتراك ما بين صاحب الخدمه او مزود الخدمه وبين المشترك في الخدمه اللي هو الكلاينت العميل وبين التطبيق اللي على موبايل العميل، بحيث انه يقدر يأوردر بدل ما يتصل او يخش على خدمة العملاء من خلال الانترنت، لا من الموبايل مباشرة يقدر يأوردر موفي. لو نقول select adventure movie بيقول لي بص بقى انت عندك the insolder وعندك the indian in the cupboard وعندك كذا موفي ممكن تختارها. لو انا اخترت مثلا the indian or اللي قبليها اختار select يقول لي the tin soldier A boy is falling into the wrong crowd at a school until he is a given. بديني زي بريف او سامري بريف عن الموفي، وبعدين بيكلمني على الكاست، وبعدين انا اختار بقى احدد اقول له اوكي. لو قلت له اوكي خلاص اوردر الموفي، بعت ان هو عايز الموفي دي بالاوقات بتاعتها بتفاصيلها كاملة. طبعا التطبيق ده احنا عملناه لامريكان، عملناه لام بي سي، عملناه لبيتزا لدومينوز بيتزا اوربت، عملناه للسيوة اللي هي هيئة ومياه، هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وديوة هيئة كهرباء ومياه دبي، كما سنوضح في المشاريع القادمة. دي كانت فكرة عن المالتي ميديا ابليكيشن اي بي ام بي بتقدمه كحل لمحاكاة الموبايل ابليكيشنز تطبيقات الموبايل.